يقول الكريم صفة رب العالمين عطاها الإنسان والحمد لله، قول وفعل عندنا في معازيبنا وفي قيادتنا الرشيدة للوصول بالمجتمعات لتغطية كافة احتياجاتهم من المسكن ومن التطبيب ومن المشرب ومن السكن المناسب لهم. هذا الشيء اللي كنا ننتظره من فترة الحمد لله، وكانت الفرحة عامة للجميع. الفرحة بس ما شملتني بس أنا ولا عائلتي، بس شملت حتى الوالدة والأهل وأغلب منطقة سويحان. وكان الريال كنا معرس، يعني من الفرح اللي سادت الجميع كنا في عرس. وشيء الحمد لله الناس كلها منطقة كاملة مستانسين وفرحانين بهالمبادرة اللي سووها الجماعة، جزاهم الله خير. دشنا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي مشروع سويحان السكني الذي يقام ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل بتكلفة تصل إلى 572 مليون درهم لتوفير 204 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان السكني في وقت سابق من هذا الشهر. تعمل هيئة أبو ظبي للإسكان اليوم بالتعاون مع بلدية العين لتسهيل جرائات حصول المستفيدين من مشروع سويحان على المفاتيح.